بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، مرحبا بكم في الدرس الرابع من دروس مكتبة جيكويري. طبعا أخذنا في الدرس السابق كيفية استدعاء النصوص من نوع تكست ومن نوع HTML ومن نوع VAR. إن شاء الله تعالى اليوم لدينا موضوع جديد، وهو كيفية إضافة كلاس إلى باراجراف معين. مثلا أنا أقوم بكتابة كلاس معين، وليكن هنا مثلا سأقوم بكتابة ستايل ستايل. طيب الآن هنا ماذا سأفعل؟ طبعا هذا أحدث في البداية. هنا سأقوم بكتابة كلاس معين وليكن حرف اي، حرف اي دوت حرف اي. تمام، هذا كلاس معين سأضيف فيه باستخدام دالة الاد، اد كلاس، سأضيف فيه بعض الخصائص الليس موجودة هنا، مثلا الويدث والهايت. دعونا نرى هنا عندما احذفها من هنا والصقها هنا، ألاحظ سيف. الآن أأتي إلى الصفحة وأضغط ريفرش، ألاحظ كيف أن الهايت والويدث لم يعودا موجودات في هذا الباراجراف. كيف سوف أعمل تأثيرات على هذا الباراجراف؟ أريد عند الضغط على كليك يعني يتم إضافة خصائص الكلاس الجديد إلى هذا الباراجراف. كيف سوف أفعل ذلك؟ سأتي إلى هنا وأكتب هنا باراجراف باراجراف دوت ماذا؟ add class. طبعا هذا add class داله موجودة في ماذا؟ داله موجودة في مكتبة الجي كويري. تمام، وهنا أكتب اسم الكلاس الذي أريد إضافته إلى الأداة أو إلى الوسم الموجود في ماذا؟ في HTML في البودي. هنا إيه؟ وأضغط هنا فاصلة منقوطة Add class إيه؟ طيب أضغط Save، أأتي إلى هنا وأضغط Refresh. الآن عند الضغط على هذا الكليك يتم إضافة خصائص جديدة إلى هذا الباراجراف. مثلا أضيف لون الخط color، يكون لون الخط blue مثلا. تمام، أضغط save، أأتي إلى هنا وأضغط refresh. عند الضغط على هذا يتم نلاحظ كيف تم تغيير الخصائص الموجودة هنا. مثلا سأقوم بتضمين هذا الكلاس، طبعا هذه أخذنا دالة ماذا؟ دالة الأد كلاس. أريد الآن ريموف كلاس، مثلا سأقوم بعمل كلاس وأضمن هذه الخصائص إلى هذا الباراجراف مثلا إيه هنا. الآن أضغط سيف، أأتي إلى هنا أضغط ريفرش، تضمنت الخصائص. أريد عند الضغط على كليك يعود الوضع كما كان في السابق، تحتذف الخصائص أو يحتذف الكلاس من هنا. كيف سوف أعمل؟ سأقول له هنا ريموف كلاس، وأضغط سيف، وأأتي إلى هنا أضغط ريفرش. ألاحظ عند الضغط يعود الوضع على ما هو، أي أنه حذف الخصائص التي قمنا بتضمينها إلى هذا الباراجراف. والقاعدة العامة تقول الأداة أو اسم الأداة أو اسم الكلاس، إذا كان كلاس نضع دوت ومن ثم اسم الكلاس، أو إذا كان ID أضع هذه العلامة ومن ثم اسم الID. المهم وهنا أضيف اسم الكلاس الذي أريد أضيفه أو أعدله أو أحذفه. طبعا لدينا شيء واحد وهو CSS.
السي اس اس هذا ماذا يقول؟ لاحظوا معي الآن، مثلا عندما أقوم بتعديل خصائص موجودة في ماذا؟ أقوم بتعديل خصائص موجودة في ال أقوم بتعديل خصائص موجودة معي في ال لحظة واحدة. الآن هنا الخصائص الموجودة هنا أقوم بتعديلها في ماذا؟ في الباراجراف. لاحظوا معي جيدا كيف سوف أقوم بذلك. مثلا هنا سأجعل اللون الخط مثلا وايت، تمام. أجعل الويدث مثلا سأجعله 90%، سأجعله 90%. طيب لكن لاحظوا معي جيدا هذه العلامات مهمة جدا إضافتها، تمام. هنا فاصلة هكذا، هنا الطول على ما هو هكذا. طيب الطول نجعله مثلا 200 بكسل، واللون نعم هكذا اجعله وايد. الآن ما الذي سوف يحدث؟ سوف تتعدل لي الخصائص الموجودة سابقا في الكلاس. اضغط سيف، عند الضغط هنا عند الاتيان الى هنا مثلا اضغط ريفريش، عند الضغط الى هذا على هذا الكليك سوف يتم تعديل الخصائص الموجودة الى الخصائص الذي قمت انا بفعلها. طبعا هنا لدينا خطأ، هذا الخطأ ما هو؟ ما هذا الخطأ؟ طيب نعم هنا هذه الفاصلة، نعم وهنا تمام. مثلا سوف أجعل أضغط الآن سيف CSS، أأتي إلى هنا أضغط ريفريش. الآن لاحظوا عند الضغط على هذا الكليك يتم تعديل الخصائص الموجودة الذي أضفتها عن طريق ماذا؟ CSS، تمام. مثلا سوف أجعل بوردر، سوف أعمل بوردر سوف أجعله 1 أو 2 بإكس سو ليت. طيب تمام، هنا يجب أن أعمل هذا الفاصلة لكي يتم التأثيرات. الآن أضغط ريفريش، لاحظوا جيدا كليك، ما الخطأ الذي قمنا؟ طبعا هنا لاحظوا الخطأ مرات مهمة جدا، أضع فاصلة قبل القيمة وفاصلة، طبعا أضع المتغير الذي أريد اسم الخاصية هنا بين حاصرتين منقوطة، والقيمة أضعها بين حاصرتين مزدوجتين، بين حاصرتين مزدوجتين. أضغط ريفريش. الآن عند الضغط على كليك يتم تغيير الخصائص التي وضعتها إلى هنا.